البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم طالبت في مداخلة لها بوضع حد للعمالة الوافدة، وقالت بانفعال وبلهجة لم تخلو من العنصرية: يجب أن يدفع الوافد رسوما على الطرق التي يمشي عليها، عسى أن تخلو منهم شوارع الكويت. ما يتم هذا التطاول اللي قاعد يصير من قبل زيادة وافدين على عمالة كويتية وتاخذ حقوقهم. عطيتك حلين الحين، واحد منهم رفع رواتب الأدنى من الكويتيين، فبالتالي راح يتجهون للقطاع الخاص، لأن القطاع الخاص راح يطق بريك في الوافدين العمالة اللي هي أي كلام. والحل الثاني تفرضين الرسوم على الوافدين مو على الكويتيين، كل فرض رسوم يكون عليهم. ليش ساعة خلينا نشوف شوارعنا شلون بتصير خالية، حتى على الطرق، الطريق اللي يمشي عليه الوافد لازم يدفع عليه على الأقل 100 فلس. ليه ما على الأقل يحس المواطن الكويتي بالعدالة الاجتماعية اللي افتقدها؟ دكتورة صفاء، الأمر لا يحتاج إلى كل هذه الحدة والعصبية. لا يستطيع أي وافد العمل في الكويت أو في غيرها بدون طلب وعرض عمل من صاحب العمل. وآن الأوان لكي تعتمدوا على سواعدكم في كل شيء حتى تستقيم دولة الاقتصاد. ألم يعلمك ذلك أساتذتك الوافدون في جامعة الكويت؟ صدقيني، مشكلتكم القادمة ليست مع هذا الطبيب الوافد الذي يعالج في المستشفيات، ولا مع عامل النظافة الذي ينظف شوارعكم. راقبي مع من مشكلتكم. Kuwait had nothing but money. They get attacked by Iraq. They take over Kuwait. The rich Arabs go and they move into London, as you know, the Kuwaitis, they moved into London. And then we attack, we lose lives, we spent billions of dollars. And we give back the country for nothing. We gave them the country back for nothing. We should have said, we want 50% of everything you make for the next 50 years or permanently. And you know what? They would have agreed to it. We gave it back for nothing. Why did we do that?